نعم. فضيلة الشيخ، إذا تجشأ الإنسان أو تثاءب فهل هناك ذكر معين يقوله؟ لا، إذا تجشأ الإنسان أو تثاءب فليس له ذكر، خلافا للعامة. العامة إذا تجشأ الإنسان يقولون الحمد لله، والحمد لله على كل حال، لكن لم يرد أن التجشي سبب للحمد. كذلك إذا تثاءبوا قالوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهذا لا, لا, لا أصل له. لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يفعل ذلك. لكن قد يقول قائل: أليس التجشي نعمة؟ والنعمة يستحق عليها الله عز وجل الحمد. قلنا: بلى، هو نعمة، لكن لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يحمد الله إذا تجشى. وإذا لم يرد فإنه ليس مشروعا، بناء على قاعدة معروفة عند العلماء، وهي أن كل شيء وجد سببه في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام فلم يفعله ففعله ليس بسنة، لأن فعل الرسول سنة وتركه سنة. فالتجشي موجود ولم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم يحمد الله عليه، إذن ترك الحمد هو السنة. كذلك الاستعاذة من الشيطان الرجيم عند التثاؤب، قد يقول قائل إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: التثاؤب من الشيطان، التثاؤب من الشيطان، وقد قال الله تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. قلنا إن المراد بقوله تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، معناه إذا هممت بمعصية أو بترك واجب فاستعذ بالله، لأن الأمر بالفحشاء ممن؟ من الشيطان. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، فإذا حصل هذا النزغ فاستعذ بالله. أما التثاؤب فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: التثاؤب من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع، فإن عجز فليضع يده على فيه. لم يقل إذا تثاءب أحدكم فليستعذ بالله، مع أنه قال التثاؤب من الشيطان، ولم يقل إذا تثاءب أحدكم فليستعذ بالله، فدل هذا على أن الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم عند التثاؤب ليست بسنة. نعم.